قصة ثعلبة الذي أعجب بامرأة وجرى له ما جرى، وعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهق شهقة لما أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالملائكة. هذه قصة وذكر فيها من أنه لما مات كان صلى الله عليه وآله وسلم يمشي على أنامله من كثرة تشيع الملائكة. هذه القصة غير صحيحة كما أفاد ذلك ابن حجر رحمه الله في الإصابة، ثم أيضا فيها ما فيها من النكارة، فيها ما فيها من النكارة من أنه شهق. والصحابة رضي الله عنهم كانت لديهم القوة على تحمل المصائب، فالشهق والصعق أو الموت من الشهق أو الصعق هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال لم يكن هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم عند قراءة القرآن. قلت فكيف بمثل هذا الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثعلبة عن حال الملائكة؟ فكانت لديهم القوة والتحمل رضي الله عنه، فالقصة لا تصح.